بنرحب فيكم بحلقة غير شكل، حلقة خاصة بالفاشن عم نقدمها طبعا أنا وميسا، وهي الحلقة مقدمين فيها مجموعة بتاخذ العقل كثير حلوة وكثير صيفية من ماركة مزيونة. وطبعا نحن اليوم مقدمين كوليكشن جديد سماح وهو اسمه فولكلور، لأنه عن جد مثل ما بيحكي الاسم هيك معتمد نفس التصاميم اللي بنشوفها هيك واللي دايما تراثية. نحن اليوم مع المجموعة اللي نحن مقدمينها اللي هي عبارة عن فساتين من الكتان، مقدمين هدية لكل اللي عم يتابعونا، هي عبارة عن شيب وير مكون من قطعتين اثنين، واحد باللون البيج واحد باللون الأسود. مثل ما شايفين السعر اللي نحن مقدمينه اليوم هو سعر جدا تنافسي، فقط بالسعر 249 ريال سعودي. شو التصاميم اللي نحن مقدمينها سماح؟ خلينا هلا نشوفها مع كل اللي عم يتابعونا ونرجع لكم. مزيونة تقدم لكم تصاميم أنثوية من أجمل الخامات، تشكيلة فولكلور من مزيونة. الفستان الأول باللون الأزرق، الفستان الثاني بألوان زاهية، الفستان الثالث بلون الكورال، الفستان الرابع بلون الليلك. فساتين مميزة، تصاميم أنثوية رائعة من تشكيلة فولكلور من ماركة مزيونة. إذن مثل ما شفنا ميسا، تصاميم بتاخذ العقل عن جد، هيك رجعتنا للفولكلور الحلو تبعنا، خاصة لأنهم مستخدمين الكتان سماح. مزبوط، وهيدا قديش كتير كتير شيء حلو وتراثي. هلأ مباشرة بدنا نحكي شوي عن الهدية القيمة اللي نحن مقدمين لكم إياها اليوم. مثل ما لكم شايفين، مع كل عملية شراء رح تحصلوا على اثنين من هيدي الشيب وير، اللي واحدة جاية باللون الأسود وواحدة باللون البيج. شو بتعمل هيدي الشيب وير؟ مثل ما لكم شايفين هون، بتعمل عندكم أي مش وهي خاصة بمنطقة المؤخرة والأرداف، وهي بترفعها مثل ما لكم شايفين هون. وإذا عم نشوف الماتيريال اللي مصنعة منها، فهي ماتيريال جدا جدا حلوة وجدا طرية، اللي بتعطينا الشكل اللي نحن بدنا إياه، وبتعطي هيدي الرفعة اللي نحن بحاجة لها. طبعا هيدا الشيء كله مجانا مع الجلابية الأولى كمان اللي حنحكي عنها هلا. الجلابية الأولى كتير مميزة لأنها كتير حلوة، ولأن كمان سماح لبسيتها اليوم. عن جد اول شيء رح نلاحظ انه الديزاين تبعها مثل ما نحن شايفين كل المصممين العالميين عم يلجأوا الى هيدا التصميم، خاصه دمج الخطوط او السترايبس باللون الازرق مع اللون الابيض، وهو معمول من الكتان. ومثل ما شايفين هيدا التطريز كلياته والحزام، بس اتركي ايدك سماح، افتحي ايدك الاثنين لحتى نفرجيهم هون، وحتى مبين كانه نحن لابسين تنوره على بلوزه، والحزام عم يعطي لوك كثير حلو. التفاصيل كلياتها، تداخل الالوان، عن جد بتحسي شيء بياخذ العقل. انا كثير حبيتها وقت ما لبستها، عن جد ما بدي اشلحها. على فكرة سواء كان الكم الواسع بهيدي الطريقه اللي هو بيسموه مثل كم الجرس، لانه بيجي هيك بهيدا الشكل، طالع كثير كثير ترندي، وهلا كثير على الموضه صبايا. مزبوط، انا كثير حبيته. خلينا هلا نطلع نشوفه. غير انا كمان لبسته واخترته كمان، كانت نيل ما معنا الموديل، كانت لابسته بشكل كثير حلو. تخيلوا انتم هيك لابسينه قد ايه، عن جد عن جد عن جد انا ماني حاسه كأني يعني هيك مريح صيفي رطب. صحيح، والحلو كمان تعرفي سماح انه النقش اللي عليه كمان بلون كثير ملكي، اللون الرويال الازرق اللي هو بيبرز اي شيء معه، لكن هون بتحسي ان في توازن ما بين النقش اللي موجود وكمان القطعه اللي مختارينها. ومع انه كتان الا انه الكواليتي تبعه كثير حلو مقارنه ان نلبس اي ماتيريال ثاني بالصيف. والاحلى السعر، غير الهديه اللي حنحصل عليها، على عندنا اثنين شيب وير، واحده باللون الاسود واحده باللون البيج، ايضا رح نحصل عليه بسعر بس 249 ريال سعودي. انت بتعرفي قديش الكتان او اللينن غالي كثير، يعني بعرف اي فستان، اي بنطلون، توب، حتى جلابيه لما تكون لينن او كتان بتكون سعرها غالي كثير، لكن هون سعر جدا تنافسي وهديه كمان. واكيد والهديه بتاخذ العقل مثل ما نحن خبرناكم، والسعر 249 ريال سعودي فقط. نحن عم نقدم عن جد مجموعة بتاخذ العقل. هلا رح نتعرف مع بعض عن الجلابية الملونة، خبرينا عنها سماح.
انا حبيت انه طبعا كل التشكيله اللي نحن مقدمينها هي من الكتان او من ليلن. اذا عم نشوف من الاعلى هون كيف عاملين هيك شغله كثير حلوه، وهن هدول مثل الخياطات اللي ما المنمنت هي، فعامله شكل كثير حلو. كمان الاكمام تبعها ثلاث ارباع الكم لهون، والحلو فيها الالوان المالتي كولرز اللي عاملينها منها، سواء هون عاملين الديزاين اللي معموله هون جايب اللون الازرق الفاتح واللون الازرق الغامق. كمان في عندنا بطانه مع كل فستان، وهي بطانه باللون الابيض مشان ما تجلي او تلالي، يعني بتلبسيها بكل راحه. واذا عم نشوف للاسفل مدخلين لينن قماشه ثانيه بالوان هيك متجانسه مع بعضها وعاطيه لوك كثير حلو. كمان عم نشوفها على نيل ما قديش كثير حلوه. حبيت كل فستان من هالفساتين له روح مختلفه عن الثانيه. ميسا صحيح. هلا هون راح اخبرك شغله كثير مهمه خاصه عن مزيونة. لما بنحكي عن هيدا البراند نعرف انه هو كثير بيتبع كل شيء على الموضه. بنشوف كمان من الاشياء الترندز اللي طالعه على الموضه اللي هي الاكسسوارات تبع الجسم اللي هي بتيجي من الرقبه وبتنلف على الخصر. هون عاملين شيء مشابه له لكن بالنقش اللي هو نقش يدوي، شكله كثير حلو وخاصه تداخل الالوان جدا جدا صيفيه. وحبيت فكره كثير انهم حاطين قطع القماش اللي هي عم تعطي مثل وجود خيوط في التصميم. نحن مقدمين هذه التصاميم كلياتها بسعر جدا تنافسي 249 ريال سعودي. حتى الايد جدا انثوي، يعني تصميم حبيت التشكيلة. تصميم انا هلا ندمت ان انا ما لبسته على فكره، لاني كنت حيرانه بينه وبين التصميم لابسيته. كلهم حلوين عليكي. اي تسلمي يا قلبي عن جد، لانه هو عن جد بتحسي قطعه فنيه وبيعطي طول للسيده اللي عندها قصر مثلي يعني من فوق هيك. لا كثير حلو بيعطي طول. مزبوط. اذا حبيت التشكيله كثير ما بننسى الهديه المميزه اللي مقدمينها نحن، ومقدمين نحن اثنين شيب وير، واحد باللون البيج واحده باللون الاسود مجانا، غير انه السعر جدا تنافسي، بس حتدفعوا 249 ريال سعودي وراح تحصلوا على هيدي جلابيه مع الهديه. هلا صار وقت انه نترك لكم الفرصه تطلبون لوحده من هدول الجلابيات، لكن لا تروحوا بعيد، رجعين انا وسماح بعد البريك. مستمرين معكم انا وسماح بهذه الفقره، ومثل ما انتم شايفيننا من بدايه الحلقه ونحن عم نقدم جلابيات بتاخذ العقل، او اكشلي هي جلابيه دريسز فساتين من الكتان من البراند المعروف مزيونة اللي عامل لاين جديد ومسميه فولكلور، واليوم مختارين منه لكم اربع تصاميم. مو بس هيك كمان ميسا مقدمين هديه جدا قيمه، وهي اثنين شيب وير جايه، واحده باللون البيج واحده باللون الاسود، لتكملوا اطلالتكم ويكون جسمكم مثل ما انتم بتحبوا وشكله كثير متناسق. كل هيدا الشيء بسعر جدا تنافسي، عم نحكي عن 249 ريال سعودي. على السريع ميسا رح نتعرف على تشكيله فولكلور من خلال هيدا الفيديو، بنرجع لكم انا وميسا. يلا. مزيونة تقدم لكم تصاميم أنثوية من أجمل الخامات، تشكيلة فولكلور من مزيونة. الفستان الأول باللون الأزرق، الفستان الثاني بألوان زاهية، الفستان الثالث بلون الكورال، الفستان الرابع بلون الليلك. فساتين مميزة، تصاميم أنثوية رائعة من تشكيلة فولكلور من ماركة مزيونة. إذا مثل ما شفنا تشكيلة بتاخذ العقل، وكمان حابة أقول لكم وأذكركم مرة ثانية بالهدية القيمة اللي نحن مقدمين لكم إياها. مثل ما لكم شايفين رح تحصلوا على اثنين شيب وير، واحدة باللون البيج وواحدة باللون الأسود، رح تكمل لكم إطلالتكم وخاصة لمنطقة الأرداف وأيضا منطقة المؤخرة رح ترفعها مثل ما لكم شايفين هون. وأيضا الحلو فيها إنه هيدي القطعة اللي كثير مميزة هي جدا سهلة ومريحة للارتداء مثل ما لكم شايفين، كثير مريحة، بمجرد ما تلبسوها مثل اي شيب وير عادي رح تحصلوا على الاطلاله اللي انتم بدكم فيها. كل هيدا الشيء مجانا ومباشره لعندك ميسا. طيب انا انا والتوأم تبعي منتظرينك، رح نحكي عن هيدا التصميم اللي هو التصميم باللون الكورال، تصميم جدا رائع. حبيته، ليه اخترتي انت اليوم تلبسي؟ اخترت اول شيء لك يعني بكل امانه، انا اخترت لانه اللون كثير حلو. صح. يعني دمجه هيدي الدرجه اللي هي درجه مشمشه برتقالي واخضر من اللون
احمر درجه كثير غريبه، وكمان القصات هيدي اللي بتيجي هيك، هيدي القصات بتيجي كمان لتعطي طول. حبيتها. وكمان بس بدي نبه على قصة، كتير بفكروا انه اللينن خاصة واللون الابيض انه هو بلالي، نحن جايبين معه في بطانة مع كل وحدة، يعني ما تعتلوا هم البطانة لونها ابيض، فهي جدا مريحة. التقسيمة تبعها كتير حلو، وما بننسى انه في حزام طبعا من الخلف، وايضا الحلو فيه انه هو معه بطانة باللون الابيض، وطبعا مثل ما احنا شايفين التطريزات كلياتها جاية بالصوف اللي كتير كتير حلو، وايضا الحلو الحزام اللي مربوط من ورا بيعطي انه هو فري سايز، تقدروا تختاروا اي شيء بيخطر على بالكم. حبيت أو كمان شو ما كان المقاس الموجود لكم. مزبوط، حبيت انه مفرغ من تحت، يعني التصميم بكل هون يعني بكل تفاصيله عاطي لوك كثير حلو، والنقش كانه نقش حنة كمان بتحسيه، والحلو التصاميم مختلفه، يعني مقدمين كم طويل نص كم، وهيدا انه اللي هو الكم اللي ما بين النص وما بين الكت، فانت تخيلي انه مقدمين قديش فرايتي مختلفه من التصاميم اللي نحن مقدمينها بسعر 249 ريال سعودي فقط، تصاميم حصريه مقدمه لكل اللي عم يتابعونا من البراند المعروف الشهير اللي نال على خلينا نحكي نجاح كثير كبير على شاشه سيترس تي في، هو براند مزيونا. نرجع نذكركم مره ثانيه، رح تصلوا على هيدي الجلابيه بسعر جدا تنافسي، تخيلوا يعني عم نحكي عن فستان لينن بس ب 249 ريال سعودي. صحيح. مع هديه كمان بتاخذ العقل، وهيدي الهديه عباره عن اثنين شيبوير باللون البيج وباللون الاسود. هلا صار وقت نحكي عن التصميم الاخير اللي مقدمينه نحن اليوم ايضا من اللينن، مثل ما لكم شايفين هيدي الجلابيه بتاخذ، مش مبين ابدا، احكي لي عنها. مش مبين ابدا انه من اللينن عن جد، مع انه من اللينن الكتان لكن انه هون كيف التصميم مدخلين، لو نقرب شويه بس رح نلاحظ انه عنا التصميم في عنا هيك خيوط هيك ورديه مع بعض، مع خيوط بنفس باللون باللون الازرق، فبتعطي شكل كثير حلو، في رصفه حلوه بقى اكزاكتلي، فبتحسي انه عن جد قطع مختلفه عن الكتان. هون كمان رح نلاحظ انه هون معتمدين، شايفين عنا هون كلياته هيدا الشغل اليدوي اكزاكتلي نفس نقش الحنه، بما انه عم نحكي عن شيء تراثي. لاحظوا هون كيف الكشكشه اللي موجوده من تحت، هي كثير حبيتها. شوفي البطانه كيف جايه من لون، من نفس روح اللون، شان ما تعمل ابدا اي طبعا علامه كثير حلوه، وتعمل ريفلكت كمان للون اللي هو لون الجلابيه او الدرس الاصلي اللي نحن مقدمينه اليوم بسعر مستحيل تصدقوه 249 ريال سعودي فقط، مع هديه جدا قيمه. هلا خلينا مع بعض نشوف الشكل تبع نلمى وقت لبست هيدا التصميم. واو، اللون الوردي والبنفسجي الازرق، ما بعرف تداخل، بتحسي مزيج غريب سماح من الدرجات اللي هي جدا جدا رائعه، واللينن عن جد ماشي كثير فخم، او الكتان، او الكتان هو قماش كثير كثير فخم، لما تكون مقدمينه بفساتين او بجلابيات بتعطي فخامه. صحيح. على فكره كل البراندات العالميه بتتجه بالصيف لكل الكوليكشن يكون تبعها من الكتان، حتى على فكره انا قدمت كمان كان حلقه قبل عن الكتان وعملت عنها كثير سيرش، حتى وصلوا بالصيف خاصه باوروبا وامريكا صاروا يعملوا فساتين العرس من الكتان بالصيف، من كثر ما انه هو كثير على الموضه وصاروا الناس كثير تحبه. حبيت الفكره انا، ولا مره شفت، لازم اروح يعني عن جد اعمل سيرش على الموضوع. مزبوط، فقد ايه حلو انك انت حتى فيك تحضري فيه حفلات، هلا نحن مقبلين على العيد فيك تلبسيه بالعيد، طالعه سفره صيف كثير حلوه تصيفي فيه، او حتى طبعا ببيتك مع طبعا اصحابك، ما في احلى من هيك اطلاله والسعر. شوفي اللوك تبعك قديش بجنن، اللوك تبعك بياخذ الحقل، والسعر حلو كثير، السعر جدا تنافسي 249 ريال السعودي، وكمان نحن مقدمين هديه مع كل عمليه شراء، هي عباره عن شيب وير، تحصلوا على اثنين، واحد باللون الاسود واحد باللون البيج. على السريع بس حنذكركم شو قدمنا، قدمنا الفستان الاول باللون الازرق، الفستان الثاني بمالتي كولر او بالالوان المتعدده، الفستان الثالث لابسته ميسا باللون الكورال او الاورنج او هيك التفاحي، واخر طبعا جلابيه هي جايه باللون الليلك المميز. رح نترك لكم الفرصه انكم تطلبوا واحده من هدول الجلابيات من خلال الارقام اللي رح نشوفها هلا مع بعض. باي باي.